جلسة جديدة لمجلس النواب ناقشت عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وخلال جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي ناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والري. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، ولقد تم نشر التقرير إلكترونياً. في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، جاء مشروع قانون الموارد المائية والري ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55,000 كيلو متر مجاري مائية من الترع والمصارف و 48,000 منشأة ما بين قناطر وصحارات وكباري ومحطات تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية، بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسؤوليات التعامل مع المورد المائي. ومن ثم فإن فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى تحقيق الآتي: أولاً، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتي: حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ب. حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساك المطورة. ج. الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل المياه المحلاة بالمناطق الساحلية أو المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة. عقب ذلك قام نواب المجلس بالتعقيب على مواد مشروع القانون وأهميته لمعالجة المشكلات التي تواجه هذا الملف، وقد وافق الأعضاء على مشروع قانون الموارد المائية والري من حيث المبدأ واستكمال مناقشة مواده في جلسات قادمة لأخذ الموافقة النهائية عليه. بناء على هذا الموضوع المهم، أنا بقترح على حضراتكم إقفال باب المناقشة. الموافق يتفضل برفع يده. الموافق على مشروع القانون من حيث المبدأ يتفضل برفع يده. موافقة. السادة الأعضاء، نتوقف عند هذا الحد من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري. عقب ذلك ناقش المجلس مشروعاً مقدماً من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري. السادة الأعضاء، بملحق جدول أعمال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين. الأول، مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. والثاني، مقدم من السيد العضو أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. والثالث مقدم من السيد العضو ضياء الدين داود وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، ولقد تم نشر التقرير إلكترونياً. والآن ليتفضل سيادة النائب المقرر بتقديم عرض موجز لتقرير اللجنة. أقدم لسيادتكم عرضاً موجزاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن ثلاث مشروعات قوانين. الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. والثاني مقدم من السيد العضو أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام القانون الضريبة على الداخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. والثالث مقدم من السيد العضو ضياء الدين داود وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. أحال المجلس في جلستي المعقودتين في 28 من فبراير والأول من مارس سنة 2021 مشروعات القوانين المشار إليها لبحثهم ودراستهم وإعداد تقرير عنهم يعرض على المجلس الموقر ليقرر في شأنهم ما يراه. وقد عقدت اللجنة المشتركة 6 اجتماعات في 28 من فبراير والأول والثاني من مارس لنظرهم برئاسة رئيس اللجنة المشتركة وبحضور السادة أعضاء اللجنة والسيد المستشار وزير الشؤون المجالس النيابية وممثلين عن وزارتي العدل والمالية. وقد استعرضت اللجنة المشتركة مشروعات القوانين المشار إليها ومذكراتها الإيضاحية والدستور والقوانين ذات الصلة. وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى إيضاحات ومناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السادة ممثل الحكومة، قررت اللجنة طبقا لنص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس اعتبار مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراستها فيما يتعلق بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. وتنوه اللجنة إلى أنها قررت إرجاء نظر المشروع المقدم من السيد العضو عبد المنعم إمام وآخرين أكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لحين إعداد مشروع قانون متكامل. وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بإرجاء العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 بما يكفل لمجلس النواب مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه من خلال متابعة ودراسة الأثر التشريعي للقانون والتحقق من توافر عناصر الأمن القانوني والقضائي المصاحب لتطبيقه. بنثمن أيضا دعوة السيد الرئيس إلى إجراء حوار مجتمعي موسع لمناقشة التعديلات على قانون الشهر العقاري. ويمكن نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نرى أنه من الضروري أن تتم مراجعة شاملة لمثل هذه القوانين، لأن في الحقيقة زي ما احنا بنقول أن المواطن المصري يعني تحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادي، وأعتقد أنه آن الأوان أن يتم سن القوانين والتشريعات وأن تأخذ وقتها من حوار مجتمعي موسع وأن نصل في النهاية إلى قوانين تكون في صالح المواطن والدولة المصرية.
نحن نوافق من حيث المبدأ على القانون، وبنشكر حضرتك يا فندم. كل الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتصر لإرادة المصريين. وبعتقد أنه ما تم طرحه من مسألة الحوار المجتمعي واللي أصدرت به تنسية شباب الأحزاب والسياسيين بيان منذ عدة أيام تحدثت فيه عن الحوار المجتمعي كسبيل أمثل للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة في معالجة هذه المسألة. نحن مع تسجيل ثروة مصر العقارية، وفي نفس الوقت بدون أن نحمل المواطن أي أعباء إجرائية أو مالية جديدة. وبالتالي نحن متفائلون أنه على مدار العامين القادمين نستطيع أن نصل إلى أفضل سبل ممكنة في معالجة هذه المسألة، وبالتأكيد بالقدرة على الاطمئنان على جاهزية الشهر العقاري للاستعداد لاستقبال المواطنين عند تطبيق القانون الجديد جديد وبعد التعديلات النهائية، أنه الشهر العقاري يستطيع أن يستقبلهم لوجستيا وبكل الإجراءات بما يضمن التسجيل بشكل ميسر بالنسبة للمواطنين. وفي النهاية كل الشكر والتحية والتقدير أيضا لنواب مصر الذين عكسوا نبض الشارع المصري والذين استجابوا لإرادة المصريين. كل الشكر معالي الرئيس، وأوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه تقرير لجنة الدستورية والتشريعية. فكرة أن احنا نحرص على أن الثروة العقارية المصرية يتم تسجيلها هو أمر حميد جدا، ومن الواجب علينا أن احنا نوضح للشعب المصري ليه ده مهم. هذا الأمر مهم لأن احنا في مصر عندنا إشكالية كبيرة في التوسع في التمويل العقاري في مصر، بسبب أنه كل العقارات في مصر غير مسجلة، وده عمل لنا أكبر أزمة بتواجه الشباب المصري في مسألة الإسكان. لو التمويل العقاري منتشر في مصر هيقدر كل شاب بمقدم بسيط أنه يقسط الشقة بتاعته على 20-30 سنة وياخد شقة ينتفع بها طول عمره. نثمن بشدة استجابة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمشهد الوطني والمجتمعي لعموم المصريين. إيمان سيادته وحنكته في أن التسويق السياسي والتسويق المجتمعي للقوانين وفن توقيت إصدار القوانين هو لب الأمر. تقبل الشعب لأي قانون يمس السلم المجتمعي لابد وأن يأتي عن إيمان وعن رغبة بتحقيقه. فبالتالي قانون الشهر العقاري بالرغم من إيجابياته العظيمة لم يسوق للشعب المصري، لم معرفوش قد إيه الإيجابات اللي هتدر على الشعب المصري من تطبيقه، معرفوش قد إيه في الإصلاح الاقتصادي الحالي إن ضروري جداً وضع خريطة جغرافية للمنازل والبيوت، ده هيعود على الشعب بإيه؟ ده ما وصلش. أعتقد يعني تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين ونوابها قاموا بقراءة هذا المشهد، وكان لينا نفس الرأي الحمد لله في الحوار المجتمعي الدائم للاستجابة المبشرة لنتائج الإيجابية لهذا القانون. وبالتالي أؤيد بشدة هذا القانون مع تأييدي وتثمين قرار فخامة الرئيس بالتأجيل لمدة سنتين لإجراء الحوار المجتمعي المطلوب بالإصلاح الهيكلي، وهذا هو إصلاح هيكلي، بإعادة النظر في هذا القانون بإرجائه أولا، ده أول شيء لازم نرجئه أولا، ثم نعيد النظر وتعديلاته بحيث ده إصلاح هيكلي ونعالج هذا التشوه. هنجد انه اطراف عديدة الكل فيها يكون رابح. لازم كلنا النهاردة نسمن الخطوات اللي اخدتها القيادة السياسية في هذا الامر، ويمثل التحاما حقيقيا بالشارع المصري، وناخد من المسألة دي درس وعبرة لينا، وإحنا بنقوم على عملية مهمة جدا للمواطنين، وهي عملية صناعة التشريع. وأنا بخلق حالة تشريعية. في أسئلة عديدة وإحنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سألناها لأنفسنا قبل أن نخرج بالبيان الذي طالب بإجراء حوار مجتمعي. إيه هي نسبة الملكيات العقارية المسجلة في مصر؟ وإيه هي نسب الملكيات الغير مسجلة؟
هل الإجراءات مناسبة في القرى والمدن والقفور والنجوع لعملية التسجيل؟ هل لدينا بنية معلوماتية وبنية في الشهر العقاري تتحمل ذلك؟ هل المواطن المصري قادر في الوقت الحالي على تأدية رسم أو ضريبة بتلك الحجم؟ دي أسئلة كلها توقفنا قدام نقطة مفصلية، التشريعات المتعلقة بحياة المواطنين وملكياتهم والرسوم المفروضة على عاتقهم هو أمر دستوري يجب أن ننظر إليه من اعتبار الحوار المجتمعي. النهاردة لازم، وأنا يعني بشكر كل الأحزاب والهيئات التي قدمت مشروعات بالتعديل، ولكن أنا النهاردة هاخد المثل والعبرة من قرار سيادة الرئيس قبل مقدم وأتقدم بمشروع التعديل الكامل المسهل والميسر والذي يعود بالنفع على المواطن بتسجيل ملكيته العقارية. لازم أسأل المواطن نفسه، لازم أشوف بنيتي المعلوماتية عاملة إيه، لازم أشوف البنية في الشهر العقاري شكلها عامل إزاي. لكن هاجي النهاردة أقع في نفس الخطأ التشريعي اللي حصل في الفصل التشريعي الأول من البرلمان السابق وأطلع القانون وأعتقد خرج بحسن النية وأديله مدة زمنية 6 شهور بدون ما أكون ملم بكل المعلومات دي، فيجي عندي المواطن يبص يلاقي نفسه خلال شهور أمام معلومات متضاربة وقوة مناوئة للدولة المصرية بتسوق علينا كل شوية الأكاذيب، ودي البيئة الخصبة لأعدائي في خارج البلد إن هم يطلعوا إشاعات ويقوموا بحالة من الحالات الاستفزازية في الشارع. إحنا أمام مسؤولية ضخمة يا سيادة الرئيس، والحوار المجتمعي الجاد الحقيقي خلال هذا خلال العامين المطلوبين أمر مهم قبل أن نتحدث بشكل نهائي عن الطريق القويم لتسجيل الملكية العقارية في مصر اللي أنا بأكد على أهميته للمواطن وللدولة المصرية. هذا وقد تم إغلاق باب المناقشة والموافقة نهائيا على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري حتى 30 من يونيو عام 2023. أنوه إلى أن المواطن المصري في الشارع ينتظرنا وينتظر منا أن نقف بجواره ونسانده وبسرعة، وسوف نتعاون جميعا على هذا النهج إلى آخر فصلنا التشريعي، نتعاهد على مساندة المواطن المصري إلى آخر مدى. أرجوكم إذا كان سيادة رئيس الجمهورية قد تفضل بطرح فكرة تأجيل التطبيق لمدة تزيد على العامين، فيجب أيضاً أن نتعاون في هذا النهج ونسير بمحاذاته من أجل النهاية، من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري. شكراً. أنا أقترح الآن طبقاً للائحة إقفال باب المناقشة، فالموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة تفضلوا برفع يده. موافق. الموافق على مشروع القانون من حيث المبدأ يتفضل برفع يده. موافق. الجلسة العامة شهدت كذلك إعلان الموافقة النهائية على مشروع قانون البلازما ومشتقات الدم. نظر المجلس بجلسته المعقودة صباح يوم الأحد الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ووافق عليه في مجموعه، ورأى إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه بجلسة اليوم. والآن نبدأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وحيث إنه يعد من مشروعات القوانين المكملة للدستور فإن الموافقة النهائية عليه تكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، وذلك إعمالاً
لحكم المادة 272 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحيث إنه قد سبق عرضه على مجلس الدولة، فالموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائياً يتفضل بالوقوف. موافقة. السادة الأعضاء، حيث إنه قد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على هذا المشروع بقانون، وهي 1/3 عدد أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائياً. وهكذا شهدت الجلسة العامة مناقشة مشاريع قوانين تستهدف التسهيل على المواطنين في أمور حياتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الحكومة تجاه أبناء الشعب المصري.